مساء الخير. الاحتفالية الكروية العالمية التي استهدفت شهرا من الزمن وشدت العالم بأنظاره وأعصابه قاطبة، ومليارات من العملات الصعبة وجند لنقلها جيوش من الصحفيين حول العالم، هذه الاحتفالية انتهت بفوز ساحق للمنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي العنيد بنتيجة 4-2 في مشهد أعاد إلى الأذهان فوز فرنسا بقيادة زين الدين زيدان على البرازيل بثلاثية نظيفة على البرازيل قبل 20 عاما من الآن. ويفتخر تلفزيون لبنان بأنه ساهم بإمتاع جمهور واسع من اللبنانيين والمقيمين في لبنان عبر توليه على عادته نقل مباريات المونديال طوال الشهر بمهنية عالية ومتابعة وتعليق وعلى الأراضي اللبنانية دون استثناء. وقد جاءت الأصداء على قدر الإنجاز من الجمهور الوفي والوعد لهذا الجمهور بمحطات لاحقة مشرقة إن شاء الله. ومن المستطيل الأخضر في موسكو وبعد مشاركته في تسليم الكأس والميداليات ينتقل الرئيس الروسي إلى هلسنكي غدا للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وعشية القمة وصف ترامب كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بالأعداء وإن بدرجات متفاوتة، ولم يرفع سقف التوقعات من لقائه بوتين. محليا تتحول أنظار اللبنانيين من المونديال إلى مرفأ الجي عند ساحل الشوف، حيث رست الباخرة التركية الثالثة المتخصصة بتوليد الكهرباء بالرغم من إعلان الحزب الاشتراكي نيته التصدي لهذه الباخرة لتهديدها بيئة المنطقة وفق الاشتراكي. فهل ستكون الباخرة عنوانا لتجدد المواجهة السياسية التي لم تخمد أصلا؟ البداية مع كأس الديوك الفرنسيين. احتفالات صاخبة في باريس وبيروت بفوز فرنسا بكأس العالم. عاش الفرنسيون في شانزليزيه في فرنسا لحظات ذهبية عندما ساهم الثلاثي أنطوان غريزمان وبول بوغبا وكيليان مبابي في فوز الديوك في أرض القياصرة في إنجاز غير مسبوق لفرنسا، لأن فرنسا في زمن نابليون بونابرت لم تتمكن من قهر الروس، لكن فرنسا فعلتها هذه المرة بعد 206 أعوام. كما عاش الفرنسيون ومؤيدو فرنسا في لبنان لحظات تاريخية في قصر الصنوبر في بيروت. نعم، فرنسا بطلة العالم من أرض القياصرة في عام 2018، وقد برهن كل من آزر ضيوك إيجابية غير اعتيادية بفوز فريق مدجج باللاعبين الناضجين على حساب كرواتيا التي غامرت طويلا واكتفت بالمرتبة الثانية. فرنسا وبيروت كانتا على الموعد مع الاحتفال الذي لن ينتهي قريبا، لأن الجميع سيتذكر التاريخ الذي أضافت فيه فرنسا نجمتها الثانية. في كأس العالم 2018 لحظات لن تنسى في مونديال المفاجآت. أحييكم مجددا. الباخرة التركية التي رست في الجي، هل ستكون مشروع مواجهة سياسية جديدة؟ رفض مطلق من أهالي منطقة الجي للباخرة المكهربة التي رست في مينائهم، وبالرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من هذه البواخر التي ستلوث بحر المنطقة أكثر. وصلت الباخرة ورست في الميناء، فماذا يقول الأهالي والفعاليات؟ صفقة من صفقات هذا الأمر الواقع الجديد في لبنان. دون حاجة الباخرة حتعطي 60 ميجا وات بالوقت اللي قدرتها 250، وهذا يعود إلى أنه طاقة المخارج في الجي بوجود الباخرة الأولى ووجود المعمل لا تحتمل
هذه الكمية من الكهرباء المنتجة. إذا نحن يعني المنطقة إقليم الخروب حتحمل العبء زيادة ولن تستفيد منه مباشرة، لأنه سيرتبط الكهرباء المنتجة سترتبط بالخط التوتر العالي. إذا نحن أمام ضريبة جديدة كنا دفعناها سابقا بالنعمة، دفعناها بمعمل الجي سابقا بمعمل القديم، ولا ندفع بالصفقة الجديدة تاع الباخرة التي رفضت في مناطق أخرى. هذا الأمر سيفرض علينا معمل جديد سيكون بالمنطقة عنا، إلى جانب معمل الجي الحراري القديم الذي يشكل مصدر تلوث كتير كبير، ومعمل المحولات العكسية والباخرة التركية اللي كمان موجودة عنا بالمنطقة من 5 سنوات. الباخرة المكهربة هل ستكون مادة جديدة للسجلات السياسية، وهي التي تحمل في طياتها بذور الانقسامات الحكومية على عتبة تشكيل وزاري قريب؟ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رأى أن التشبث بالحصص الوزارية وحصرها بكتل وإقصاء آخرين لا يبرر التأخير بولادة الحكومة. متأثرا بدا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه قداسا احتفاليا بمناسبة عيد ميلاد القديس شربل في دير مار مارون في عناية. وخلال عظته عن حياة القديس شربل زرف الراعي دموعا قد تكون على فراق شقيقته التي توفيت في هذه المناسبة، أو على حال لبنان وتشرذم أبنائه وتعثر ولادة حكومته. التشبث بالحصص الوزارية وحصر الحقائب بكتل وإقصاء آخرين ومنهم من ذوي الكفاءة من المجتمع المدني لا يبرر التأخير في ولادة الحكومة على حساب الخير العام، قال الراعي. الجميع من الداخل والخارج ينتظرون قرار تأليف الحكومة عندنا، لأن في كل يوم تأخير تداعيات كبيرة وخسائر جسيمة في الاقتصاد بكل قطاعاته وفي عمل المؤسسات والإدارات وفي ثقة الشعب بالمسؤولين. الراعي رأس قداسا احتفاليا بالمناسبة في بلدة القديس شربل في بقاع كفرة، ودعا لرفع الصلاة من أجل لبنان. وكان الراعي قد عقد خلوة مع رئيس حزب القوات سمير جعجع في قاعة كنيسة بقاع كفرة دام حوالي ربع ساعة. تعقيبا على مسألة تقديم أحد قضاة مجلس شورى الدولة استقالته إثر ثبوت تورطه بقضية رشوة، دعت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي لتطبيق القوانين والأصول المرايات الإجراء ومحاسبة القاضي وعدم الاكتفاء باستقالته، محذرة من أن التساهل في فضيحة من هذا الحجم يهز الثقة بالقضاء. وسألت في بيان: هل بهذه الطريقة تحارب أو نحارب الفساد أم نكرسه؟ الكتائب أحيت ذكرى شهدائها في إهمج الجبيلية بحضور القائد السابق للقوات اللبنانية الدكتور فؤاد أبو ناظر. دعوة للتلاق والحوار بين مختلف الأطياف اللبنانية على قاعدة الاحترام المتبادل، دعوة أطلقها المستشار العام لرئيس حزب الكتائب الدكتور فؤاد أبو ناظر من إهمج الجبيلية، التي أحيت اليوم ذكرى شهدائها بحضور حشد من الفعاليات السياسية والحزبية والاجتماعية وبقداس إلهي. كيف بدنا ننساكم وقت نحن بوقت الأوقات جبل دمي بدمك وعرق جبيني بعرق جبينك وتعبك بتعبي وقهرك بقهري وخوفك بخوفي ويوم خفنا؟ كيف بدنا ننساكن وانتو يلي سبقتونا ويلي انتو كنتو كبين حالكن على الموت يمكن رديت رصاص عني؟ وبعد القداس وضعت الأكاليل على النصب التذكاري لشهداء الكتائب في إهمج. أخبار محلية متفرقة في هذا الشريط. القائم بالأعمال السعودي الوزير المفوض وليد البخاري، وبعد زيارته لمنطقة وادي خالد في محافظة عكار بدعوة من النائب محمد سليمان، أكد أن عكار وأهلها وطرابلس ولبنان في وجدان المملكة العربية السعودية وشعبها. بدوره النائب سليمان تمنى على السياسيين التعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري من أجل تشكيل الحكومة، لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، وأضاف لنتعاون جميعا لتبدأ عجلة الدولة بالعمل من أجل الإنماء والإعمار.
اعتصم حزب سبعة في وسط بيروت ساحة رياض الصلح رفضا للمماطلة بتشكيل الحكومة واحتجاجا على تردي الأوضاع على المستويات كافة ووصول البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي. الحزب طلب بتشكيل الحكومة فورا وأن يشكل بيانها الوزاري خطة طوارئ لإيجاد حلول سريعة خاصة في موضوع الكهرباء والإسكان والمدارس والمالية العامة. دعما وتأييدا لمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة صفقة القرن وجميع المشاريع التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، نظمت حركة فتح مهرجانا في مخيم الرشيدي في صور بحضور عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، الذي أكد أن الرئيس أبو مازن حمل قلم ياسر عرفات ليقول لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط من دون الحقوق الفلسطينية. برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلا بالعقيد الركن يحيى الكردي وبحضور ممثل وزير التربية وحكومة تصريف الأعمال مروان حميدي أكرم أبو شقرة، انطلق صباح الأحد من محل السوق الخان في الجنوب ماراثون حرمون الخامس الذي تنظمه جمعية حرمون ماراثون بمشاركة حوالي 6000 عداء وعداء من مختلف المناطق اللبنانية بمشاركة عدائين من جنسيات عربية ومن قوى الجيش اللبناني والقوى الأمنية و100 عداء من قوات اليونيفيل تحت عنوان نركض للحرية. ضمن إطار تعزيز أواصر الصداقة التي تربط اليونيفيل بأهالي الجنوب وتفعيل أنشطتها في خدمة السلام والتفاعل مع المجتمعات المحلية ومع وصول المونديال إلى اليوم الأخير، نظمت اليونيفيل مباراة ودية على هامش المونديال بين فريق مشكل من وحدات اليونيفيل وفريق محلي من قرى الجنوب وتباروا في جو رياضي ودي للغاية. نقابة تلفزيون لبنان أسفت واستنكرت تعرض الزملاء من فريق التصوير الخارجي للإهانة بأشد التعابير النابية من رئيس الاتحاد أو من قبل رئيس الاتحاد اللبناني للكباش أمام الحاضرين، بينما كان الفريق يقوم بواجبه المهني لتغطية الحدث الرياضي الذي أقيم في ساحة جوني. لذا تطلب النقابة من إدارة تلفزيون لبنان ممثلة بمجلس المديرين الادعاء على رئيس الاتحاد المذكور والتعويض على الزملاء الذين تعرضوا للإساءة، ولن تسمح النقابة لأحد المس بكرامة أي موظف والقيام بأي عمل مشين وغير مسؤول تجاه رفاقنا في التلفزيون. وفي أخبارنا العربية، الاحتجاجات في العراق تمتد إلى معظم المحافظات الجنوبية وإقالة مدير الشرطة في النجف. توسعت رقع الاحتجاجات في العراق حيث امتدت إلى معظم المحافظات الجنوبية وسط تصاعد المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن الذين أطلقوا الرصاص على العشرات، وقد أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء إطلاق الأمن الرصاص على المتظاهرين الغاضبين الذين حاولوا اقتحام مبنى محافظة الديوانية. ومع هذه المواجهات تنضم الديوانية إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار والنجف التي شهدت مواجهة واحتجاجات واسعة النطاق مع تفشي البطالة وسوء الخدمات. وفي وقت سابق اقتحم عشرات المحتجين مبنى محافظة البصرة رغم إجراءات حظر التجول التي فرضتها الحكومة وإجراءات الجهات الأمنية. وإلى جانب اقتحام مقرات المحافظات الجنوبية، صب المتظاهرون غضبهم على مكاتب الأحزاب السياسية التي أحرقوا عددا منها، ومن بينها مكتب حزب الدعوة بزعامة نور المالكي. المتظاهرون حاولوا اقتحام مبنى محافظة المثنى. السلطات العراقية قررت إقالة مدير شرطة النجف العميد ماجد حاتم وتعيين اللواء علاء غريب مكانه. وكانت الاحتجاجات قد انفجرت في جنوب العراق الأسبوع الماضي في محافظة البصرة عندما خرج السكان إلى الشوارع احتجاجا على تفشي البطالة والمطالبة بتأمين الكهرباء والمياه الصالحة للشرب للسكان. وأجبرت الاحتجاجات في البصرة الشركات النفطية على إخراج عشرات الموظفين الأجانب من العراق. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.